أهلا وسهلا فيكم، أنا كنائب رئيس الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية جورج عدوين، غنى عن التعريف. حقيقة دعيتكم لهالمؤتمر الصحفي حتى لهنيكم ونهني حالنا كمان بهالإنجاز الكبير اللي حققني. خير أستاذ جورج، إن شاء الله أنه تألفت الحكومة، أكيد هيدا هو الإنجاز اللي حابب تبشرنا فيه. أستاذ ظاهر للتاريخ وللمصداقية اللي نحن مشهورين فيها، على كل حال لا مش هيدا الإنجاز اللي جيت اليوم وحبيت أتكلم عنه. طيب انحلت المشكلة الاقتصادية بالبلد؟ أنه رح نبلش ننفرج قريباً؟ لا حقيقة كمان مش هيدا الإنجاز بدي أتكلم عنه، لحينكن إياها أكتر. هو حقيقة الإنجاز بيعنينا نحن أكتر كقوات لبنانية، وخلوني ضيف وقول إنه هيدا أهم إنجاز من سنة 2005 لليوم. خبرنا فيز حاشت حق اسمنا. تكرم عينيك، أهم إنجاز من سنة 2005 لليوم ويلي بدي نهني حالنا فيه هو الحفلة اللي نظمناها لشاكيرا بمهرجانات الأرز. ونابر ونابر ورمانتو بيتو جازر أبيزار أديو بنير أنسان سدير مايدي. وهزت ما دافعنا، عفوا هزت خسرة لشاكيرا، كانت رائعة بالسهرة، يعطيكم العافية.